اسمي محمود مصطفى، برسم بورتريه رصاصة فحم. بدأت من وأنا صغير، كان عندي 6 سنين في بداية المدرسة كده. كنت برسم الأول رسومات كلها خيالية، مكانش ليا في البورتريه. فمع الوقت لقيت إن أنا بصرف على الرسم ومفيش دخل ليا، وكنت بشتري دايما من كل حاجة من معايا. فجيت قلت أبدأ يعني أشتغل على الرسم وأخليه هو دايما يصرف عليا، وحتى أجيب خامة الرسم بدل ما دايما بصرف عليه. فبدأت في موضوع بورتريه، كان دايما أصحابي يشجعوني كده وأقول لهم ما برسمش أشخاص، كان رسمي كله عبارة عن رسم خيال، يعني مثلا زي الصورة دي مثلا، كان كل رسم عبارة عن حاجة زي كده. ولحد دلوقتي بحب الرسم ده بس وقت فراغي بقى. بعد كده طبعا في بداية الثانوي اتجهت لرسم البورتريه، كان دايما كل شوية الاقي حد بيكلمني يقول لي عايز ارسم بورتريه وكده، فانا اقول له ما ارسمش اشخاص. فلحد ما لقيت ان يعني زن كتير، فقلت ايه ابدا فيها. فبدات لقيت الموضوع مشي معايا كويس، بس ما كانش في حد دايما بيطلب مني وكده. عملت صفحه واشتغلت على نفسي كتير، قعدت حوالي 2 أو 3 سنين لحد ما لقيت ان الموضوع مشي معايا تمام، والحمد لله. يعني بدات، وكان مستواي الاول كان متدهور جدا، فدخلت على اليوتيوب وتعلمت من كذا حد على اليوتيوب، معظمهم اجانب، فمستواي اتحسن واحده واحده لحد ما الحمد لله يعني بقى احسن من الاول. بس طبعا في احسن من كده، وفي يعني رسومات مثلا الرسومات القديمه زي عادل امام. الصوره دي يعني قد ايه بتقعد معاك؟ يعني صوره زي منير دي مثلا بتقعد فيها قد ايه؟ هو دايما لما اجي ارسم الصوره بختار وقت مناسب، ان اكون مثلا يعني قاعد مثلا اللي هو مش مخنوق مثلا، مش متضايق، اللي انا اقدر اطلع مستوى كويس مثلا للرسمه. يعني ممكن اقعد مثلا فيها النهارده مثلا، ممكن اشتغل فيها 3 4 ساعات، او ما احس ان انا زهقت منها دايما بركنها على جنب وبستنى الوقت المناسب اللي انا اكون ارتحت فيه نفسيا عشان اقدر اشتغل فيها. لان لو اشتغلت فيها وانا بقالي مثلا مش رايق، ممكن اقعد فيها 50%، اقعد مثلا معايا 5 ساعات و50% التانيين ما يكملوش نص ساعة، بروح اقلب الرسمة وما تاخدش حقها في الرسم. فدايما لازم اختار وقت مناسب اللي ارسم فيه عشان خاطر اقدر اطلع يعني ما فيش وقت معين ان انت بتلتزم بيه، ان انت مثلا بتخلص الصورة في يومين، بتخلص الصورة في 3؟ لا، على حسب ما الصورة بتطلب معايا. ممكن مثلا النهارده اشتغلت في الصورة شوية فحسيت ان انا زهقت منها، فبركنها لحد ما احس ان انا ليا مزاج ارسم تاني وبشتغل فيها بعدين. بس كمتوسط مثلا الصورة ممكن تقعد معايا 8 ساعات 9 ساعات، ده المتوسط، على حسب طبعا الشغل اللي في الصورة، او مثلا انا عايز اديها مثلا مجهود زيادة تاخد معايا اكتر من كده. انت خريج ايه؟ انا خريج نظم معلومات ادارية، يعني محاسب اساسا. بس هويت قصة الرسم دي هي فعلا كانت هواية ليا من بدري، فخدت وقت يعني بصراحة وانا حبيتها فاتجهت للموضوع ده.